يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا صدق
أدينين الغار لأن الغار أن تكلموا أساسا استعتز الناس تعقد نيلة لغرادة هاي ميلة غسان هو الخدمة هو المصلحة النية هم الشرف المؤسسة بالنسبة لمرأة الفرصة التالية لأنك شدعنا الكلمة لتكيد البنسي لتكيد البنسي لتكيد مهنسي لتكيد سمونسي ولكن والنورين دي عشر حتى السفر أي نعم يدش بعد بيهان ثاني هم الأباء في أمها لأنه يشعر معها كن عليها كيف تخلى قد يقول الشارع قد يقول سكين غير بعد قد يقول هذه القاعدة والذي أنا سنسؤولي هو ماشي سؤال صغير شقايا قد مشور معها ونبري الأباء ونبري الأباء ونبري استخدمتها قلنا السكر المشروع قدرنا السكر الضياع أين نعمل أن تلك يرفني إذا كانت في المسلمة أبار أسكن السور بسم الله الرحمن الرحيم معكم محمد منصوري رئيس الائتلاف الإقليمي تنغير لمحاربة الأمية اجتمعنا اليوم بقاعة المسيرة الخضراء بالمنتزه الجماعي من أجل إعطاء الانطلاقة الفعلية للبرنامج التربوي الموسم التربوي 2024-2025 لمدرسة الفرصة الثانية الجيل الجديد. هذه المدرسة اللي كتواجد بالإعدادية زيد وحمد واللي كتسمى بمدرسة الفرصة الثانية الجيل الجديد مركز زيد وحمد استقبلت هذه السنة 50 تلميذا وتلميذة منقطعين عن الدراسة من مختلف الجماعات المجاورة وجماعة تنغير من أجل الاستفادة من الفرصة الثانية بعد أن ضاعت منهم الفرصة الأولى وكجمعية وكمجتمع مدني نشتغل من أجل إعطائهم مؤهلات حرفية في مجال الحلاقة والتجميل ثم التأهيل التربوي قصد اجتياز امتحان الثالث أو الامتحان السلك الإعدادي والعودة إلى صفوف الدراسة والتعليم النظامي. بالنسبة لهذه المدرسة نشتغل هذه السنة مع الفوج الرابع بعد أن كان الفوج الأول سنة 2021 وتم فيه تسجيل 34 تلميذ وتم إدماج 28 منهم في سوق الشغل وفي موسم أو سنة 22-23 تم تسجيل 40 تلميذا وتم إدماج 18 منهم في التعليم النظامي وثلاثة في التكوين المهني وآخرون في سوق الشغل. أما الموسم الماضي حقق المركز نتائج مهمة حيث تمكن 26 تلميذ من أصل 68 من العودة إلى صفوف الدراسة وأربعة منهم ولجوا إلى التكوين المهني كما تمكن 51 منهم من الحصول على دبلوم الحلاقة والتجميل ومنهم من فتح محلات أو صالونات للحلاقة بمركز جماعة تنغير وهذا هو المقصود هو تشجيع الشباب من أجل دخول سوق الشغل أو الحد من الهدر المدرسي والعودة إلى صفوف الدراسة. تلميذ سلمى الجدالي تلميذ سعيد المدير احدى عضوات تلميذ محمد العدوش تلميذ سمير فايق القادم له هو هذا المرشح شكرا لكم كنشكركم بزاف كنشكركم ديالنا ساده
المديرية الإقليمية.